احنا مجدود انت جرو في البقار في العواد. وعلى بالكم لحبسكم الشوماج هنا. انا خاصتني خدماني حاب نخدم كاش مانوفر كاش. انا ثاني انا زوج. نقول لك صح صح انت ديما مشكاكة هكدا يا مريم. انا عندي زوج عواد نبيعهم 10 ملايين للواحد ونتهنى يا اختي وسومه مليحه. وراني رايح على جالها وانتي دزي معاهم. سمعك حاب تقول لي باللي الناس اللي عندهم العواد وما راحين يستفادوا. قولي لي هكذا هكذا نفهم. على حسب ما فهمتهم يقولوا العواد ما مش ب 10 ملايين ولو ب 20. قول الله تما مديني بروموسيو. عندي عمي يسكن في الدور لي اونفاس داخل في الكوميرس تاع العواد يجيب لكم العود بسومه انكرويابل 15 مليون العود. الى عندكم دراهم تفضلوه انا ماذا بيا قاعد ديروا لافير. يا عمي ابراهيم يا عمي ابراهيم مخزي بليز انت واش تعرف في العواد انت يا وخاطينك. شوف اذا تاخذ رايي غير خبي درهماتك هذوك في جيبك خير لك. كيفاش حبيتني ندير هذه 6 شهور ما خدمناش وهذه 6 شهور واحد ما مات. ها او انا قلت نشري 3 عواد هكذا نعاود لهم البيع والريكيبيري السوماج اللي رانا فيه هكذا نقدر نسلكك. ايه دبر راسك. انا المهم قلت لك وانت راك كبير وتعرف صوالحك. انا نقمرها ولا بس خلاص انا رايحه عس المحل. روح مهني يعني هنا خمم والو. عواد شري العواد اش دخلني انا. يا 15 مليون احسب. انا ندير في كونفيونس مون ندير في كونفيونس عبالي نمشي نابورت كي. ياه سال بين روحك كانيطا هذاك بيض يبان معاود صبيغه لا لا الاخر هذاك قوي شباب. يا سيفو صح جانا بورت كي. ايه هاد بارك هاد فك تخبي. ياه دراهم الحلال هادو ماشي كيما دراهم الحرام. كان حساب سوا سوا بينغو. بصح حيرتني كيف طيحتهم كاع في الشبكه. بعت لهم العواد اللي شريتهم عليهم بسومه غاليه حيرتني عفسه واحده. هذوك العواد اللي شراوهم كاع واش راح يديروا بها؟ واش وليت تخمم في بلايصهم نتايا؟ لا لا والله غرغضوني غير دوك الطماعين شويه. اسمع هذا هو الطمع. هيا اتشاو تسحقني في كاش افيرك تعرف وين تلقاني. يا وبلي موا كاينه هكذا باش المره الجايه يديروا حسابهم. هيا لا لا ما كاين حتى واحد. شنو هذا؟ ماشي كان هنا هذاك اللي يبيع وراه مالك هو يفطر. راك من نيتك شيخ قول لي برك واش من قاره شفت بنادم يفطر على سته شيخ. ايه وي سي لافي. لا 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 وانت بلبلب كيف حكايتك؟ المعلم ديالك ماشي يبان ما على بالكش وحكمو قلبو مسكين راح للدار. قول والله راح يسلقى فوقيله مابقالوش. والمحل شكون يشدو؟ يبين وراثة تلعبوا. لا خاصك استاجرني هنا ما زدت نحوس على خدمة راني مقلفط وكاع. حسن شوف منا شوف منا خليك مغاشي. واش يقول اختي فوزية انا يرحم بابا. وين حن بيتك يا صاحبي وين حن بيتك؟ شوف الرشيد بالك في الكارة جيب بيتك. صاحبي قول وين درا معاك؟ هو صاحبي حط له الله يبارك. يقول لك حاجة ارو داش. هو فيها خير ان شاء الله. واش نديرو مريم؟ رانا كل نهار نهزو لابوبال وما لحقناش. السكان مسخين. خلينا من الحكايات. انت راكي صافا؟ ما رانيش صافا. وما جيتش نحكي لك على لابوبال. جيت نحكي لك على الكانيطات، الساشيات تاع البلاستيك،
الكوارط اللي راهم زبلين الحاله. راكي حابه الدوار يولي نظيف؟ بيان سيغ. وعلاه جيت عندك انا مالا؟ سهله. واش رايك لو كان نحاوز هالسكان كامل ونديرو كاستينغ ونجيبو سكان اخرين نظاف؟ واش رايك فيها؟ هضر مني صح وهو يتمسخر بيا هذا. جو سوي سيريوز. انا ثاني جو سوي سيريوز. هالسكان مسخين في ريسانهم، واش راح ندير لهم انا؟ ندوش لهم ريسانهم؟ خلينا من الحكايات هذو. قولي لي وراح تفطري اليوم؟ حميدة في الصالون. كان ما تدخلش؟ مش ما تخلص لي؟ اسمع فين انا؟ عطيني واحد انا ثاني. زارتنا بركة حميدة. اليوم نهار كبير. زارتنا لا بركة لا نهار كبير لا بيني صغير. شنو نقول زوج كلمات للغاشي؟ روح. الغاشي الغاشي راه ترونكيل ما تهولهوليش برك سيكسيو عباك شنو نقولو؟ سكت شوية يا جماعة، حميدة حب يقول لكم حاجة. طولش عليكم بزاف، زوج كلمات وروح. حبيت نفهم حاجة واحدة برك، انتوما تحبوا الوسخ؟ لا لا نسيو اللي ما نهمس معهم. الدوار كامل ولا زبالة؟ يا عشرة ولا دقيقة ما نزيدها. قالوا زبالة قالوا قراني الذيب نجي معاك. يا عشرة جايين لي كالخطافات انا ديالو فرقهاوي راح ديرو مال. اسمع عزتي الظهرية راهي رايحة تنوض ياك انت مسلح. ما عندي سلاح باه نبروتيجي. يا غير نهضر عليك هي اللي كتبين في سلاحك. كملي فضولك شوية. اللي هو؟ شفت حميدة شايك درنا الفرن شوفو يدخل القهوة هنا. واش ما قالكم تخلي يخطب عيشة من بايا بايا قالتلو بالخميس تجيب معاك لاباتيس وشنو؟ لا كملي روحك عبي حدا يدك ماشي الحرب العالمية التاسعة شاك دورة مطرطق لنا حدا يدا حتى وجاي يخطبها عن بالي بيها هنا هذي دنيا قالكم عاودي تخلي بدا يخطب على الناس انتوما فايحين انتوما ما تتوضاش عندي الحق عندي ينيدي شريكي سيدي بالطو حيولي جديد هاي واش تشرب؟ ما نشرب والو ما حبيبنا اذا ما تشربش قلع انا تاني ما جيت باش نشرب يا وزمك جيت باش نقول عفسه طري زامبورطونت لي معاك مالكش تشوف فيها خدامه والحوايج كيما هادو ما يتقالوش في قهوه اروح ليا للدار انا عولت نقول لك درك ايما واش فيها كان يقولها لك هنا ولا في الدار سي كوا لا ديفيرونس مو هادي يقولها لك عايشة روحي عاوني كانيطا بون انا جيت باش نخبرك وندير اللي عليا كي ما كتبش المكتوب الله خال استنى هذا مكان من الصباح انت تكسر لي في راسي بو حاجه دو ريان دوتو انا قلت لك انت دبري راسك مدام على كل حال راجلك ولا راه في الريسك نفرح ها زغرت ها واش قال لك ها 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 وشنو ها زغرتي زغرتي على راسك ما كانش يهضر عليك سمعت على ريسبونسابل لم جايين غدوة للدوار ريسبونسابل جايين للدوار ما على باليش واحد ما قال لي اه بون الدوار كامل على باله راح يديروا لك سيربريز وانت شكون اللي قال لك عليك وليك
عليكي ليكي دور مع المسؤولين. اه على بالك الله خير صح. على بالك علاه ما قاليش حبي صابوتيني وين؟ روح نرقد ونضرب فيها تكمبيصة وغدوة الصباح إن شاء الله نعتلو عبد الله المير وش يقدر يدير. نقولك ولا خلي غدوة. عليك عليك كبرت وليت راجل وعدت تهضر مع المسؤولين. ها مليح شفع عليها مليح ها بالعقل. شتا دحوشت ولاد البارع عادوا حتى هما يعرفوا المسؤولين ويروحوا يهضروا معاهم ويبعثوهم لنا. ياه ايه على بالك لو كان ماشي المراه اللي فاقتلو مرتي كنا دركا حنا الاخبر مزية اللي فاقت وجات قالت لي وعلى هذه الدحو لازم ننظفوا الحاله لازم كل شيء يولي يشعلها. واش تشوف معايا هذه خدمه البلديه انا خاطي الامن هنايا. كيف خاطي الامن؟ الامن هو اللي مسؤول عن النظافه. ايه بصح انا قضيه لو كان انا نقول طيب لا قدر الله اكياس مشبوهه هنا الامن يدحو. دوك انت علاه تحكي على اكياس مشبوهه واش دخلها هنا؟ انا نحكي عن النظافه تاع 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 المدينه لازم تكون نظيفه لازم مسؤول اللي راهو جاي ومعاه مسؤولين كبار اخرين او بعثهم هذاك عليك عليك. بصح اسمح لي هنا الامن كاع بهدلته اش دخلني انا في الزبله هنا ولا بوبال كاريطه كي تكمل منا نجيب لك الفارداسو تاعي زيد دخلت له هو هادي غلاك تعرف الخاوه. قلت لكم انا اللي راح ننقي الحاله ولا لا؟ الله يبارك بس حبيت نعرف حاجه عليك ليك كيف قنعت هادو ما يرحم في ولدي باينه امونسيت باللي يعني كرون ريسبونسابل راه جاي وراك تعرف توا انا كي يكون جاي ريسبونسابل كيفاش يبداو يزوقوا في الحاله. قول الله هكذا تم النفاق شت كيف لي ريسبونسابل يخافوا من لي ريسبونسابل. لا لا نورمال هذا بلي احترام. تكتلو ولا نكتلو؟ لو كان تعاونوهم ماشي خير من الهضره والتقرعيج. وانت على ما تنقيش ايه حقا نسيت انت مرت الريسبونسابل نزيد لك دوب نزيد لك دوب يا هضره لا بلاك يا هضره. مدام انا عندي رونديفو عند الكروك مورت ان شاء الله خلي لك اصحابي الله يلي فيهم والسلام. وانت مدام سمحي لي انا جو سوي ريسبونسابل انت واش بيك؟ عندي والو راني بردان. تحبني ما تحبنيش تحبني ما تحبنيش تحبني ما تحبنيش تحبني ما تحبنيش ما تحبنيش تحبني عمي راشد كل ما جيت خلعني هكذا وهادي بلاصه ياخذوا فيها رونديفو شنو هذا كنز تريزر. شوف راك سير من الحكاية هذه بسم الله. وقيلا تخصك قهوة. اه الله يحفظك كوبي لي شويه من السيجار برك من هذا. نحي رجلك نحي رجلك. سيجراف على بالك شكون على باله بالحكايه هذه؟ كاين انت وعمي رشيد وبيان سير انايا وجيراننا على بالهم. مادام حوسوا على الصندوق سي سير يكون على بالهم. على بالك
درت مليح كي قلت لي بلا مزيه. اسمع، حكيت المسؤولين هذوك اللي جايين للدوار و اني ما نسيتها لكش، نفوتوا هذه الحكايه ونحكي معك ان شاء الله ما تفوتش. يعني ما قصروش معاكم ولا لي، دير فيهم الخير وندم. واش راك تمتم؟ ريحة السيجار بصح نورت لك البير وشاف. ولا دركا راكم شفتوا الوثيقة وعرفتوا السر تاع الدوار تاعنا. الدوار تاعنا راهو مبني على أرض خطيتنا نتاع جيراننا. ومن بعد وين راهو المشكل؟ يا الدوار ما تبناش البارح، عنده قرون والملكية تسقط مع الوقت. هذه مليحة، هذه تسمعنا كراين. خلاص، قديم ولا ماشي قديم، كراين ولا ماشي كراين، المهم الدوار نتاعنا راهو فوق أرض خطيتنا، وغدوة لو كان يجيو هاد الجيران هذو يدومونديو أرضهم، واش نقولوا لهم؟ حاجة سهلة، نرجعوا لهم الأرض ديالهم، الحق حقه. آوا مش كي تجي وإذا جاو نتفاهموا معاهم ونقولوا لهم يتلازلوا لنا على الأرض. هذا ما كان ما خيتك هاكا نورمال يسمح لك في أرضه عادي، لا ماكش مليح انت على بالك. اسمع، هما راهم قريب يلحقوا، ولو كان يلحقونا واش نقولوا لهم؟ راهم جايين. قول والله كيف يسمى يسمى، احنا رانا نتمسخروا هنا ماناش نخدموا، واش فيكم هذا؟ ايه باب باش يكون في علمكم راهم قريب يلحقوا، ولا بالك هم لحقوا خلاص نوضوا نستقبلوهم.